ومن الطاقة تاع الإدارة الفيلار قارة في الباركينج وحاب يدخل للورشة. مولاه ديكلارا باللي كاين عنده بروي موتر الفيلار الشبيبة اللي ركب فيه ولا ساقو راح يشوف واحد الفخامة ومتعة ما كاش كيفها. بالصح معروف عليها من أكثر السيارات اللي تكولي في المرشي. هذه ماهيش مكولية جات تمشي. بالصح البروي اللي فيها يقلق وقادر أنه يخلي تكاليف كبيرة في المستقبل بالنسبة لصاحب السيارة. بعد الإجراءات اللازمة دخلنا السيارة للورشة. أول حاجة راح تروماركيها باللي هو تشيك إنجن شاعل. أكيد مشاكل السيستم أونتي بولوسيون راح تكون واضحة. الحاجة اللي لازم نأكدوا عليها وديكلارها لكليون اللي هو بروي موتر. واش درنا الشبيبة؟ نوضنا السيارة وطلعنا الكابو باش نسمعوا البروي مع بعضنا. صح كاينه شويه برويه في المنوض. بصح الحاجه اللي ناكدوا عليها ولازم نشوفوها البوشون تاع الزيت. كما تشوفوا اول ما طلعنا البوشون قاعد يطلع ويطرما بشكل غير عادي وحتى لاجورج ثاني كيف كيف البوشون ديريكت طرماتو على برا. كما هذا الشبيبه راح يكون دوبل تيربو دي 140 شيفو في الانجينيوم. التيربو الفوق باس بريسيون واللي لتحت لاوت بريسيون جاي كيما الفلتر ابارتيكيل. بعدها حطينا لو بروتكسيون الشبيبه على ليزال وعلى البارشوك باش نحو الفلتر الويل. طلعنا الفلتر الويل من البورت فلتر الويل الزيت كاينه فيه ريحة الحريقة واضحة جدا، يعني الزيت راهو قاعد قريب جدا من الاحتراق اللي قاعد يخدم به الموتور. الحاجة اللي مليحة انه ما كاش لجران في الفلتر، يتسمى الموتور راهو مازالو سالك. هنا الشبيبة في اللحظة هذه ديكلارينا لصاحب السيارة انه السيارة تاعو لازم تفوت ريفيزيون موتور، سينو الصوت هذاك راح في المستقبل يخلي الموتور يبلوكي لا قدر الله، قدرة تكولي تصبح حكاية موتور كومبلي. بعد ما طلعنا الاوكي بالنسبة للخدمة، أول حاجة طلعناها للبون إليفاتور ونحينا الكاش من التحت، الكاش موتور افون حتى الكاش ثاني اللي جاي من اللور. مراها نهبطوا الزيت تاع الموتور تاعنا اللي راح نريفيزيوه باش ما يسبب لناش اي فويت في حاله ما اذا مال الموتور. من بعد هبطنا الزيت كامل الشبيبه وهذه هي سياره من تحت. نحينا الرواضي في زوج ليبيرينا ليكاردون اللي جايين من تحت وشفتهم معنا في الجاكوار. الجاكوار هذيك الشبيبه انجينيوم تيربو واحد، بصح هنا انجينيوم دوبل تيربو. الدوبل تيربو والشبيبه معروف عليه انه يفبلي في وقت اقل، يتسمى لازمت له لونتريتيان والواحد ما يتمسخرش معاه. هنا من فوق الشبيبه ليبيرينا ليديريت اللي كي دروف رواديسمون عندنا في زوج. نحينا ثاني كيف كيف الكوفر اللي جاي على ليزانجكتور من الفوق. لازم اللي بيريو هنا الموتور من الكاروسري باش نقدروا نطلعوه. واش عندنا الشبيبه من فوق؟ عندنا تيوات كامل، تيوات تاع المازوت ثاني كيف كيف وحتى الفيسو الكتريك. ومن تحت عندنا التور دو بوات، ومادام الموتور تاعنا يدور عادي تسمى نقدروا نخلي الكونفرت يسير في البوات اللي بيريوه من الفولو موتور برك. مراها هنا الشبيبه طلعنا الرادياتور تاع التيربو باش يكون عندنا اسباس اكثر في لافون ونقدروا نطلعوا الموتور. هنا راح نديروا ريكيبيراسيون للغاز تاع لاكليم تاعنا. مراها طلعنا الموتور بلا جيراف وليبريناه من الكاروسري، فتحنا لي سيبون الجايين على جنب في زوج وبعدنا الموتور. هذا هو الموتور الانجينيوم الشبيبه من اغلى المحركات 4 سلندر في الديازال عندنا في المرشي. هنا واش راح نديروا؟ راح نليبريو الاكسسوار. كما تشوفوا من الفوق بدينا معاهم غير بشويه، ثاني كيف كيف عندنا لاجونج اللي بيريوها واللي بيريو يوال على فانيجير لافون ولاريير، يعني لاوت بريسيون ولا باس بريسيون حتى هي فيها زوج. هنا عندنا التيوات ولا فيش تاع ليزانجكتور كامل اللي بيريهم بهم بليكابتر تاع السيلونويد هذاك اللي جاي افلاريير. مراها نحي التيوات تاع الهواء تاعنا والنحو ثاني كيف كيف اللافيش اللي جايين على جنب والتحت. عندنا الروتور تاع ليزانجكتور والتيو طالاروم ثاني كيف كيف. هنا العمليه هذه كامله الشبيبه باش اللي بيريو الفيسو الكتريك من الموتور. الاول فصلنا الفيسو من الكاروسري والمره الثانيه فصلنا الفيسو من الموتور. هذا هو الفيسو الكتريك، نحينا لافيش تاعو كامله خليناها على جنب. هنا ديمونتاج تاع الاكسسوار الشبيبه حتى على لاجيراف نقدروا اللي بيريوها معليش. مراها نروحوا للفولو موتور، هذا هو التور تاعو سهل. مرا ما نحيناه نحو الكول الشبيبه اللي جايه مع التيربو والفلتر ابارتيكيل، ليبريناه باش نقدروا ليبريو الاكسسوار تاعنا اليز. من تحت ثاني كيف كيف نفتحوا السيبور، هذا هو الفلتر ابارتيكيل مع الكاتاليزر نحيهم. هنا عندنا الكوفر ديكلي سوبيريير اللي جاي من فوق وجاي عليه سيلونويد الشبيبه، هذا نحيوه باش نقدروا نشوفوا لاشين تاعنا ديت جايه من الداخل ونكونتروليوها. مراها نحو الجوان تاعو كيف كيف ونحو الكوفر ديكلي انفيليير اللي جاي من التحت. هذا لازم تسايسو وتنحيه من سونترالي باش ما يعوجش جوانسبي. هنا عندنا ليغليسيير كما تشوفوا فيهم الشبيبه جايين بلورونج، هذو لازم نكونتروليو الحاله تاعهم بهم بالطوندار تاع لاشان تاعنا، لانه معروف جدا من ذاك انه يدير الحس حتى من لاشان الموتور. لازم ناكدوا من انه الطوندار وليغليسيير تاعنا في زوج راهم باهيين من الفوق وحتى من تحت. بعد ما ليبرينا لاشان من الفوق وحتى لاشان التحتانيه اللي جايه مع البومبا الويله الشبيبه، هنا تقدر تقولوا تخلينا على لاشان.
هنا نحينا لافان جيار اللي جايه مع التيربو. ثاني كيف كيف عندنا من تحت الشبيبه البورت فيلتر الويل نحوه بالكامل. عندنا ثاني كيف كيف التيوات تاع التيربو في زوج تاع ليغريساج وهذو اكيد لازم يبقاو بنفس الليطا المليحه تاعهم. هنا نحينا ليكاش تاع التيربو من الفوق باش نفوتوا على الكوليكتور تاع التيربو تاعنا اللي جاي مع الموتور والنحوه. مرة ما طلعنا الكوفر كيما تشوفوا الشبيبه نروحوا للتور مباشره اللي جاي مع الكلاس تاع التيربو تاعنا جهه لي شابمو. هذم هما التيربوات في زوج هبطناهم، موتور كيما حكينا فيه في زوج تيربوات، واحد صغير وواحد كبير. ورا هذا هو الروف الوادي السيارة الشبيبه جاي كيما التيربو. هنا الشبيبه راح نحكوا على نقطه مهمه جدا، ياسر اللي على بالهم باللي الروف الوادي السير تاع الانجينيون جاي تحت الفلتر ابارتيكيل قد قد كيكون كاين سيستم اونتي بوليسيون، يعني السياره راهي دائما تروجينيري ودائما التمبيراتير تطلع الحراره عاليه جدا في الفلتر ابارتيكيل والكاتاليزر. مادام ان الروف الوادي السير بحداهم يتسمى الحراره هذه قاعده تقيسه بشكل دائم، لو كان كان المازوت ايروسيس راح تنقص الريجينيراسيون ومش راح يسبب مشكل للسيستم اونتي بوليسيون للزيت ولا حتى للروف الوادي السير. مرة ما نحينا الروف الوادي السير نروحوا للكوليكتور دادميسيون تاعنا كما تشوفوا فيه نحو لي بوجي دي بري تشوفاج. هذم هما الشبيبه جايين من تحت مراهم نطلعوا عندنا هذه هي لادميسيون. مرة ما نحينا لادميسيون الشبيبه نحيو ثاني كيف كيف لي جوان اللي بقاو. بعد ما لبرينا الكاش كيلبيتر بلاستيك اللي جاي من الفوق راح نحو الفوس كلاس، نفوتوا على التور كامل على الكلاس تاعنا. هذم هما البالن تاعو جايين الومنيوم من الفوق وثاني حتى من تحت. مرة ما نحيناه كما تشوفوا هنا عندنا لي دوا كيلبيتر وعندنا كيف كيف لي فالف هيدروليك مازالهم على الكلاس. نحينا هنا لاكروا داكسسوار اللي جايه على برا، نحو ثاني كيف كيف لي قالي تاعها واللي بيريو لالترناتور. هنا هذا كامل عمليه ديمونتاج الاكسسوار تاع الموتور تاعنا. هنا عندنا الكومبريسور تاع لاكليم بعد ما خويناه من الغاز ماهوش الحاجه اللي تقلق يتنحى عادي جدا. نفوتوا للبولونات اللي مفيكسين الكلاس مع البلوك نحيناهم. جينا هنا للبولي دامبير الشبيبه اللي جاي مع الفيلبروكا نحيوه نحو ثاني كيف كيف الطوندير. وبعدها نجيو نشوفوا ليطا هذا من واش الموتور قاعد يبقبق ويدير موفي ديبار يعني نظرو طار. كما تشوفوا البيستون كيفاش قاعد يلعب في الشوميز. هنا الشوميز الشبيبه طاحت وكما تشوفوا بدات لطراس عليها، على بها قلت لكم لو كان صاحب السياره يطول بها اكثر ممكن ان الموتور يكولي، قادر يبلوكي في البيستون، قادر يبلوكي ثاني كيف كيف في الكوسيني والدور من التحت. يتسمى وضاحت العمليه من واش انه قاعد يفابير الموتور وحتى الكونسوماسيون دوين راح تكون عنده مهما غيرت نوع الزيت. مراها هبطنا لتحت الشبيبه نحينا الفيكساسيون الكوفر اللي يجي على الكارتير. بعد ما طلعنا الكوفر اللي يجي على الكارتير نحينا لافلاسك اللي يجي من لافو كما تشوفوا فيه، هذا كامل يجي فيه جوان سبي حتى هذا الشبيبه لازم يتنحى مركزي باش ما يتعوجش جوان سبي اللي راهو في الداخل. مراها نحو الكارتير تاعنا كما تشوفوا البومبا الويل جاي على جنب بالحاجات اللي لازمه والمهمه انه نكونتروليو البومبا الويل. مراها نحو هنا كما تشوفوا الفوس بلوك اللي جاي من تحت ويبان قدامنا البلوك. هنا نحو الشبيبه لي شابو ديبيال ونحو ثاني كيف كيف لي شابو تاع لالين ضارب باش نشوفوا لي كوسيني تاعنا كيفاه الحاله تاعهم ونشوفوا الفيلبروكا ثاني كيف كيف. فيريفيكاسيون عيانيا واكيد لازم تلها الكومباراتير باش نفيريفو كل شيء وتكون الخدمه تاعنا على لي نورم والمعايير اللازمه والمطلوبه من عند المصنع. لي بيستون كيما تشوفوا ثاني كيف كيف الشبيبه بداو يطراسيو على جنب، هذه كامل رايحه في حكايه انه اذا طول وهو يمشي بها هكا قادر يكولي ويروح الموتور. لي ساكمو ثاني كيف كيف باينه باللي ليطات تاعهم عيانه لانهم نقصوا ولاو خفاف. هنا الشبيبه الحمد لله البلوك سلك، لي بيستون سايكين وحتى البلبروكا سالك من عمليه الكولاج، يتسمى راح يروح للكورنر يد فيريفا ومراها نبداو ان شاء الله عمليه التجميع.